حان وقت القيام بحركتي. هذه الحركة ستحول العالم إلى مكان مختلف تماماً. ماذا يجري؟ أهلاً جاسوسات، من اللطيف أن تأتين. أعتذر لأنني قطعت وقت المرح. أؤكد لكن أنه لسبب جيد. أريد منكن أن تحققن في حالة غريبة تحدث في أمريكا الجنوبية. يبدو أن المواقع المضيئة تغطيها الحياة النباتية الشرسة. مهما كان يحصل فهو أكثر من بستنة متحمسة. أليكس، في الواقع أعتقد أن شيئاً شريراً يحدث. ستتجهن إلى ريو دي جانيرو في البرازيل. بحسب مصادر ووب تأتي أحدث التقارير من هناك. في تلك الحالة تفضل وزودنا بالأجهزة. اليوم ستستخدمنا صنادل عصا البوغو القافزة وساعة فك اللغات وبعض الرذاذ التجميد وشبكة التيتانيوم العنكبوتية المتصيدة ومجموعة جامع الأدلة المذهل. مذهل! هذه كلها تشبه ألعاب العراف. أجل، لكن هذه النسخة لا تسلي فقط بل تخرج الأدلة بذكاء. والآن إذا صعدتنا إلى هنا سأرسلكن إلى الوجهة. أليس هنا تحتفظ بالقذائف؟ أنت ذكية جداً، كنت تدرسين كتيبات ووب، والآن استعددنا للانطلاق. في الطريق، لما لا أقرأ عليكما ما قالت لماذا سأكون المتحدث الأفضل باسم شركة واقي الشمس التي كنت أحضرها؟ أنا ذكية، جميلة، أنا جذابة، إيجابية، وطبعاً أنا مضحكة جداً. حسناً، إنها قصيدة أكثر مما هي مقالة، لكنها ممتازة، صحيح؟ أعتقد أن لدينا أشياء أهم لنتعامل معها من القصائد. هذا ليس منصفاً. حسناً، رمال أم لا؟ الأفضل أن نبدأ تحقيقنا. أنت محقة، لكن كيف سنجد هذه النباتات الغريبة التي تحدث عنها جيمي؟ يجيب هذا عن سؤالك؟ واو! ولكن ما كل هذه النباتات؟ بشيء ما بأسلوب ووب. وبالحديث عن الأسلوب، صنادل عصا البوغو القافزة رائعة. لا! لنبتعد بينما لا يزال الأمر ممكنا. لنرى ما الطريقة المناسبة للتخلص منك. يا جامع الأدلة المذهل، قم بمهمتك. يا لها من طريقة لإبعاد النباتات أليكس. طبعاً، أنت أخفت النبتة وأصدقائها أيضاً. كان هذا جنونياً. لن أنظر ثانية إلى النباتات بالطريقة نفسها. حان وقت الاتصال بجيري وإخباره عن صباحنا الحافل بالنشاط. مرحباً جاسوسات، كيف حال المهمة؟ هل صادفتنا النباتات الشرسة؟ أجل، ولحسن الحظ تمكنت أليكس من إخافتها وأخذ عينة أيضاً. عمل رائع، بينما أحلل العينة سأطلب من الطائرة أن تعيدكن إلى الإجازة. هذا رائع، لأن جسمي يؤلمني ويحتاج إلى بعض الراحة. الأجفان، معجون أسنان الابتسامة الشمسية، رذاذ النسيم الاستوائي الشخصي، الكثير من المنتجات على موقع واقي شمس المناطق الاستوائية المشمسة، وسأحصل على فرصة استخدامها مجاناً إذا ربحت. لا أقصد أن أحبط تباهيك المتحمس كلافر، لكننا نحتاج إلى التركيز على إيجاد تلك الشحنة.
لابد أننا في المنطقة العامة، لكنها غائمة ولا أرى أي شيء. جربي هذا. نظارات ثلاثية الأبعاد من السينما؟ نعم. ألا يجب أن تعيد هذه بعد مشاهدة الفيلم؟ خاف ظني بك كثيراً سام. إنها نظارات رؤية من اختراع ووب أليكس، تسمح لك بالرؤية عبر الغيوم. أوه رائع، لطالما عرفت أنك فتاة جيدة سام. مهلاً، أنا أرى شيئاً. قربيها من أجل نظرة فاحصة سام. حسناً. إنها الشاحنة الناقلة، لكن يبدو أنها مغطاة بالنباتات. واو، هذه البذور نمت بسرعة فائقة. حسناً، لننزل في الحال. النباتات تخرج عن نطاق السيطرة، إنها تنمو بطريقة أسرع من الشعر على جبين ماندي. وهي شريرة مثلها أيضاً. أنت تشوهين سمعة النباتات صديقتي. لا أعتقد أننا سنجد إجابات قبل إيجاد تلك الشاحنة، ولكن أين اختفت؟ أقصد من الصعب إيجادها بما أنها مموهة. مهلاً، انتظرا، لدي الشيء المناسب لهذه الشاحنة الكبيرة. حسناً، سأجرب شبكة التيتانيوم العنكبوتية المتصيدة. واو، جهاز جميل. ماذا فعلتن يا بنات بشاحنتي؟ شاحنتك إذن؟ هذا مضحك، سمعنا أنك سرقتها من المالك الأساسي. هذه الشاحنة في خدمتي أنا، شيلي جانجل لاب، وأنا أستخدمها ونباتاتي الرائعة لإعادة هذا العالم المليء بالتقنيات غير المفيدة إلى أيام الماضي البسيطة، حيث لم يكن العالم فيها سوى أدغال. هذا كل ما في الأمر؟ أرجوك، لن أدعك تجبرينني على استبدال هاتفي الذكي بنبتة. هل أنت واثقة بأنك لن تفكري ملياً بخطتك قبل أن نقضي عليك للأبد؟ فكرت في خطتي ملياً، ولهذا السبب قمت بتعديل البذور قليلاً. هذه ابتكاراتي الحديثة، وبما أنها انتهت من النمو يمكنني خلطها بالسماد السريع النمو من شاحنة ناقلة، وسيأخذ الجيل التالي من البذور المعدلة وراثياً الحياة النباتية إلى المرحلة التالية. هل هذه النباتات تتكلم مع بعضها؟ هل ترقص؟ للأسف يبدو أن هذا ما يحدث، وهو مخيف، مخيف بدرجة كبيرة. قريباً سينتهي العالم كما نعرفه. شيت مومو واي. واو، حتى إنها تتحدث بلغاتها. هاي، ابتعدي. آسفة، ولكن لن تتفوقنا على قدرة نباتات العجيبة. ابتعد أيها الطائر، أنا مشغولة. هذه النباتات لا تستسلم بسهولة. أتمنى لو أن جيري زودنا بمقص حديقة. في الواقع هناك جهاز زودنا جيري به من المفترض أن يعمل، وهو رذاذ التجميل. أي شيء يستحق المحاولة الآن؟ لقد حان وقت الاسترخاء صديقتي. أجل، لقد نجح سام، رش علي الرذاذ. رائع. هذه مهمة جنونية، علينا أن نخبر جيري بما يحدث في الحال.
يا بنات، لدي شيء أريد أخبركن به. النباتات تتحرك وهي متجهة إلى أكابولكو. ولكن ستفسد فرصتي في ربحي لقب المتحدثة باسمي وقت المناطق الاستوائية المشمسة. فلنذهب إلى الطائرة. لقد غلبتنا شيلي هنا من دون شك، وحولت منتجعنا الجميل إلى أدغال. عطلة الربيع هذه تتحول إلى عطلة سيئة. لنهبط ونحاول إنقاذ ما يمكن. حسنا. هذه المرة أيتها النباتات. سيعلمك هذا أن تحافظي على كرومي. إذن تظن البنات أنهن قادرات على التغلب على نباتات ذكية؟ حسناً، التقنيات لديهن بدائية للغاية. شيكاكا واو واو. على هذا المعدل لن نتمكن من التخلص من النباتات، إنها تصنع عدداً أكبر منها بسرعة فائقة. إذن لنعاقبها. لا يمكن أن تتغلبن على جهاز العضوي الطائر. حسناً شالي، لنراك تتعاملين مع هذا. جيد أليكس، لننل منها قبل أن تسبب ضرراً أكبر. ريكاكا تشيوز بابوميا. حسناً، هذا الكلام السخيف مزعج بالفعل. أشعر كأنني أجالس طفلاً. النباتات لن تستمع إلى صوت العقل. ها؟ في الواقع ربما ستفعل. حسناً، إذن قاوما النباتات بما يكفي لأستخدم ساعة فك اللغات لأفهم لغة النباتات. جيزوا موفيا. هاي أيتها النبتة الوقحة، أعيدي هذا. استسلمنا يا بنات، واجهنا حقيقة أن العالم سيعود إلى الأيام القديمة حيث لم تكن التكنولوجيا متطورة. آمرك بالقبض على سيدتك الآن. أجل! مهلا، ماذا تفعلين؟ آمرك بأن تتوقفي حالاً. نجحنا، غلبناها في لعبتها وفي الوقت المناسب أيضا. لم أكن لأتحمل كل هذه النباتات.